السلام عليكم ورحمة الله، موجز لأهم الأنباء من قناة الجسر الفضائي، أهلا بكم. البداية من الحسكة، حيث استعاد تنظيم الدولة منطقة 47 غرب مدينة الشداد بريف الحسكة الجنوبي عقب هجوم مباغت على الميليشيا الكردية، كما استعاد السيطرة على معظم مواقع مدينة الشداد بهجوم مماثل. وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين داخل المدينة في محاولة من التنظيم استعادتها بالكامل، فيما تحاول الميليشيا صد هجوم التنظيم وسط تخوف من ألغام زرعها عناصر التنظيم. هذا واستهدف التنظيم بسيارة ملغمة تجمعا للميليشيات الكردية قرب تل البشائر شرق الشداد، أسفر عن سقوط أكثر من 50 قتيلا من الوحدات الكردية. وفي الرقة، شنت مقاتلات التحالف الدولي 8 غارات بالخطأ على مواقع للميليشيات الكردية في مدينة عين عيسى ومحيطها في الريف الشمالي، ما أسفر عن سقوط أعداد من الميليشيات بين قتيل وجريح. وطالت غارات مماثلة قرية خربة هدلة ومنطقة ابن خلدون في مدينة الرقة. استعاد الثوار السيطرة على قرية أرض الوطى من قوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية، كما قصفوا بصاروخي تاو سيارتين تقلان عناصر لقوات النظام وميليشياته في قرية عين القنطرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. بينما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية بدامة في ريف إدلب الغربي من مواقعها في قرية كنسبة. دمر تنظيم الدولة بالعبوات الناسفة 3 سيارات عسكرية تقل عناصر لقوات النظام على طريق السلمية أثريا بريف حماة الشرقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي الريف الشمالي، دمر الثوار بصاروخ تاو رشاشا لقوات النظام على حاجز المصاصنة، بينما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة مدينة اللطامين. دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام على محور حاجز البلدية في حي القابون بدمشق، كما تمكن الثوار في داريا من قتل 8 عناصر للنظام وتدمير دبابة بعد اشتباكات بين الطرفين على الجبهة الجنوبية الغربية من المدينة. في خبرنا الأخير، استشهد عدة مدنيين في قرية النعمان بريف حلب الشرقي إثر غارات لطيران العدوان الروسي، كما استهدف الطيران مدينتي الباب وعندان وبلدات حيان وبزاعة وقباسين وقرية الشيخ عيسى ومنطقة تل مصيبي. من جهة أخرى، سيطر تنظيم الدولة على عدة قرى بمحيط خناصر بالريف الجنوبي بعد اشتباكات مع قوات النظام، ما أدى لقطع طريق إمداد النظام نحو حلب. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.